بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها كده عن النادي الاهلي، واذا كانت الافراح والليالي الملاح دائما دائما في الجزيرة وفي كل ارجاء الدنيا للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي، فهناك حالة من الصياح والضجيج مع كل فوز للنادي الاهلي. الاهلي يبتع، الاهلي يمتع، الاهلي يقنع بفوز بثلاثية نظيفة وينضم. خش يا حبيبي في الصف، خش خش مع زمايلك واخواتك وحبايبك في مجموعة ابو ثلاثة وسارة الليل يا ابو ثلاثة. النادي الاهلي بيضم ضحية جديدة، كتيبة مارسيل كولر الجنرال السويسري بيضم ضحية جديدة لضحايا الثلاثيات النظيفة الشهيرة، ثلاثية رقم 14 في موسم الاهلي الاول مع مارسيل كولر، اهداف احرزها علي معلول، ولأول مرة من 2018 الواحد يشوف جون من فاول مع النادي الاهلي. ما شفناش خلال السنين اللي فاتت اخر هدف احرزه النادي الاهلي بعيدا عن جون علي معلول الموسم ده في الدقيقة الاخيرة في نادي غزل المحلة، لكن انا بتكلم عن كرة مباشرة تتشاط كده وتروح على طول في طريقة في الشبكة من غير ما تخبط في حد وتروح بالشكل ده. اول مرة من 2018 كان اخر هدف احرزه لاعب النادي الاهلي كان وليد سليمان في 2018، كان في الوصل الاماراتي في البطولة العربية. النهاردة النادي الاهلي مباراة بعنوان العيد، العيد فرحة، العيد فرحة، وكل الاهلوية لازم يفرحوا مع النادي الاهلي. اداء مزيكا، مزيكا في الملعب، سيمفونية ولا اعظم سيمفونيات بيتهوفن او اغاني ام كلثوم كمان، وانت ساعات كده ماشي بتحب تدندن مع نفسك باغاني باي حاجة. النهاردة النادي الاهلي بيمتع، النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في العيد. اللي عايز يتفرج على المتعة، ده كان قبل كده تصريحات لاحد المديرين الفنيين للنادي الاهلي لما كان بيلعب ماتش مش كويس، كان بيقول لك اللي عايز المتعة يروح يتفرج في السيرك. لا، اللي عايز المتعة الحقيقية في كرة القدم يتفرج على اهلي مارسيل كولر النادي الاهلي. المباراة مباراة من مباريات الزمن الجميل، مباراة الأحلام، ولأول مرة زي ما بقول لك النادي الأهلي من فاول مباشر، ضربة حرة مباشرة تتشوط كده وتخش في الجون. ده شغل مدرب، ما هوش شغل لعيبة بس على قد ما شغل مدرب، لأن اللعيبة موجودة. بقى علي معلول مع الأهلي بقى له 4 5 سنين ما سجلناش الفاولات دي، ده معناه إن عندي مدير فني بيدرب اللعيبة بتاعتك على الفاولات المباشرة وعلى التسديد من خارج منطقة الجزاء. ناس كتير قوي من جماهير النادي الاهلي كانت نسيت ازاي الاهداف بتيجي من بره منطقة الجزاء من الضربات الحرة المباشرة. اهلي النادي الاهلي مع مارسيل كولر، النهاردة خدنا العيدية تالت ومتلت بتلات اهداف اروع من بعض. وفي بعض التفصيلات بقى في المباراة تفصيلات فنية، عايز اقول ان الهدف التاني لاحمد عبد القادر، كنا بنعيد دايما على احمد عبد القادر مشكلته مع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، الحته الزياده انه بيحاول يرقص الفرقه اللي قدامه ويرقص الدكه ويرقص الجمهور، وفي الاخر الكره بتتقطع من احمد عبد القادر. وقلنا دايما احمد عبد القادر لو لعب اللعب المباشر، اللعب اللي ياكل عيش، اللعب اللي يجيب اجوان، احمد عبد القادر في ايده يبقى احسن لاعب في مصر. ما بهزرش والله ولا ببالغ في كلامي، احمد عبد القادر عنده الكتير يقدمه للنادي الاهلي ولمنتخب مصر، بس يتخلى عن الترقيصه الزياده عن اللازم اللي بيحاول يديها في الكوره. النهارده احمد عبد القادر يا دوب استلم بص بعتها ارتو لمحمد ابو جبل، الا النهارده ابو جبل لازم مرمى استاد القاهره، المرمى اللي جه فيه الجون بتاع القاضيه ممكن ده لازم يتكتب باسم محمد ابو جبل. محمد ابو جبل في المرمى ده بالذات اي كره بتتشاط عليه لو شط ثلاجه هتخش في ابو جبل، ما تعرفش هو معمول له عمل في الجون ده او يعني معمول له حاجه انه اي كره بتتشاط عليه في الجون ده لازم تخش. ابو جبل بيقعد يتفرج، ابو جبل بيقعد زينا زيه، ولولا محمد شريف النهارده ابو جبل كان هيبقى ضيف شرف في المباراه. يعني اللي نجم ابو جبل النهارده في الماتش هو محمد شريف. يعني تخيل النهارده كل الكرات اللي راحت ابو جبل اجوان، حتى كره كهربا دخل الجول، الكرتين الوحيدتين اللي صدهم ابو جبل النهارده في المباراه هما الكرتين بتوع محمد شريف بتصرف ساذج من محمد شريف في الكرتين الانفراد، كرتين انفراد لمحمد شريف. لو مهاجم بيترجم من انصاف الفرص كان قدر يتصرف تصرف افضل من اللي عمله محمد شريف. عايز اقول لك ان بيدجات الزمالك النهارده كانوا مستنيين المباراه دي بفارغ الصبر،
عشان ابو جبل يتصدى لاي كوره تسديده جامد ولا حاجه ولا تسديده صعبه، يطلعوا ياخدوا السكرينات دي ويحطوها يقول لك كنت فين في كوره القاضيه. ممكن النهارده لعيبه النادي الاهلي سواء كان محمد احمد عبد القادر او علي معلول في الكورتين اللي اتشاطوا على ابو جبل بوظوا شغل بتجات الزمالك اللي كانت بتحاول تشتغل على اي صده لابو جبل من تسديدات خارجيه عشان يقولوا له ما صدتش ليه بتاعه القاضيه. ممكن عايز اقول في ظل المزيكا اللي انت بتشوفها دي والاداء الرائع اللي انت بتشوفه ده، الا ان الاهلي عنده مشكله عويصه. النادي الاهلي بيكسب 3-0 وهو ما عندوش مهاجم. تخيل تخيل النهارده لو انت عندك مهاجم تقيل، تخيل لو انت عندك مهاجم تقيل، اسرح بخيالك كده هتلاقي ان اي ماتش هيخلص 3-4-5. اي ماتش لو بلعب الزمالك هكسبه 3-4-5، لو بلعب مين هكسبه 3-4-5، لان في كل مباراه بيجي لك كوره واثنين وثلاثه للمهاجم بتاعك بيضيعها، سواء كان شريف او حتى كهربا في مباريات سابقه. لكن انا بتكلم على شريف النهارده لان الكورتين اللي راح بيهم محمد شريف بياكدوا ان الاهلي لازم مهاجم. الاهلي يا جماعه ما ينفعش اخش الموسم الجديد الا وانا معايا مهاجم راس حربه سفاح، راس حربة ما بيفوتش فوتة، اي سقطة اي لقطة بتاعته. انا عندي كهربا، لكن نادي الاهلي ما يقدرش يعتمد على مهاجم واحد فقط، ما هوش مهاجم اصلا، هو محمود عبد المنعم كهربا. لكن شريف بيأكد كل يوم، الموضوع بوخ قوي. انا مش عايز اهاجم شريف او انتقد شريف، لكن هو ما بيساعدش نفسه. يعني حتى مارسيل كولر النهاردة تعامل بعاطفة كبيرة جدا مع محمد شريف، لانه لو كان طلع محمد شريف من بعد ما ضيع الكورتين على طول ونزل كهربا مكانه كان هيصدر ازمات اكتر لمحمد شريف. هو طلع في نهايه المباراه ونزل طاير محمد طاير، لكن تغييره اتاخر كتير لان مارسيل كولر ما كانش عايز يتعبه نفسيا اكتر ما هو مش قادر يعمل حاجه مع النادي الاهلي. شكلنا من غير الكوره كنا كويسين جدا جدا، الاهلي بيتحرك من غير الكوره كل ماتش دفاعيا بنبقى احسن من الماتش اللي قبله. نادي الاهلي بيلعب تيكي تاكا في نص الملعب. الشوط الثاني حاول مارسيل كولر وطلب من اللعيبه انك على قد ما تقدر ما تجهدش نفسك، احنا كسبانين 2-0، جري الكره اكتر. نادي الاهلي وصل لبعض اوقات المباراه لنسبه استحواذ 70% وتناول للكرات تخطى ال 500 تمريره. النادي الاهلي بيعمل عظمه مع مارسيل كولر، مدير فني ما بيتكلمش اكتر ما بيشتغل، مدير فني بيعمل كل اللي عليه عشان يوصل فرقه النادي الاهلي لحته بعيد تماما تماما عن اي حد موجود في الدوري المصري الممتاز. محمد شريف النهارده كنت اتمنى ان هو يوفق في تسجيل حتى ولو هدف يقدر يساعد نفسه خلال الفتره القادمه. تغييرات مارسيل كولر كانت عجباني جدا النهارده، كنت اتمنى تغيير علي معلول، راح علي معلول عشان عندي ماتشين تقال جدا الجوله الجايه والجوله اللي بعدها. النادي الاهلي عنده ماتش قدام فيوتشر كمان 3 ايام، النادي الاهلي عنده ماتش قدام الاسماعيلي يوم 5/7، وده ماتش بالنسبه لي ممكن يكون ماتش الدوري. خلي بالك ممكن جدا بيراميدز يتعطل اي ماتش من الماتشات اللي جايه ويبقى ماتش الاسماعيلي 5/7 في برج العرب، يبقى بتضرب عصفورين بحجر واحد، تحسم الدوري وتخلص الدوري وكمان تساعد في هبوط الاسماعيلي. خلي بالك الاسماعيلي النهارده بقى رقبته في ايد النادي الاهلي، وهتكلم عنها دلوقتي، هتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. لكن في حاجتين في المباراه معرفش كابتن محمد الحنفي يعني بيحاول ان هو يجي على النادي الاهلي عشان الاهلي كسبان 2-0. يعني انا معرفش، في كوره بتاعت محمد عبد المنعم طرد مباشر، محمد فتحي لاعب الاسماعيلي السابق ولاعب بيراميدز السابق ولاعب نادي البنك الاهلي الحالي، عامل كذا كوره في نص الملعب يستحق عليهم انذارات فيطرد، ما ادوش حاجه. لمسات يد لعيبه نص الملعب في نادي البنك بيلعبوا كرة يد، عمالين يفردوا ايديهم يمين وشمال ويقطعوا الكور بايديهم والحكم ما بيديش انذارات. انت بتقطع هجمات واعدة حتى لو كانت في نص الملعب، ما هي لو عدت انذارات في خط النص بالكامل. معرفش ليه كابتن محمد الحنفي ما بيديش انذارات في الكرات دي. كرة عملها اسلام جابر بايده وقطعها، كرة تانية عملها محمد فتحي برضو بايده وقطعها وكان عنده انذار. ضرب الشوارع اللي حصل
مع محمد عبد المنعم يعني اقل حاجه ياخد طرد، ضرب بدون كوره. الضرب بدون كوره بيفسر في لائحه لجنه الانضباط ولائحه لجنه المسابقات في الاتحاد المصري 3 ماتشات زي ما تعاقب محمد الشناوي. لكن السؤال قبل ما تقول طرد ولا مش طرد، هل كان الفار شغال النهارده؟ ده سؤال. هل الفار كان شغال النهارده؟ لان لو الفار شغال النهارده ومحمد عبد المنعم بيتضرب قدامك في المنطقه من غير كوره من لاعب البنك الاهلي وضربه باللكاميه في وشه او بالبوكس في وشه وانت قاعد تتفرج زي خيبتها، ده يبقى نلغي الفار بقى احسن. طالما ما بنحاسبش حكام ولا بنوقف حكام ولا بنعاقب حكام، يبقى نلغي الفار ونوفر ال 3000 دولار يعني 100000 جنيه في الماتش. 100000 جنيه وما بنستخدمهمش، ما بنستفدش حاجه. البي قاعد في اوضه الفار بيشغل الكاتل وبيشرب شاي ومنفض خالص للفار وبياخد مرتب كمان، يعني حكم الفار بياخد له بتاع 5000 جنيه على ايه؟ على كوبايه شاي بيروح يشربها بين الشوطين وخلاص على كده ودمتم. بالذات في ماتشات النادي الاهلي الفار لا يتدخل في ماتشات النادي الاهلي. كوره تستحق الطرد والعقاب، النادي الاهلي كده كده كسبان، لكن انا بتكلم كنوع من انواع التاديب والاصلاح. النهارده لعيبه النادي الاهلي بقوا مستباحين ومباحين لاي حد عايز يضرب لعيبه النادي الاهلي بدون كوره، والحكام بتسيبهم عادي جدا عادي جدا. الاخ المعلق يعني ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ المعلق ده زملكاوي على فكره، المعلق ده زملكاوي على فكره، بس مفضوح قوي، شكلك وحش قوي، انتمائك واصل قوي. يا جماعه يا بتوع اون شغلوا القناه كلها زملكاويه، بس هاتوا معلق اهلاوي على الاقل يعلق لنا على الماتشات. كده كده الاستوديوهات التحليليه احنا قرفنا منكم، قرفنا منكم ومن التحيز بتاعكم والانحياز للنادي المنافس. لكن هاتوا لنا معلق محترم بقى، هاتوا لنا حد ما يكونش انحيازه واضح كمان في التعليق بتاعه ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي بيوصل للنقطه 68 بفارق نقطه عن نادي بيراميدز. نادي الاسماعيلي النهارده طبعا الجون بتاع كهربا ده حاجه تانية، الجون بتاع كهربا ده بيوري لك قد ايه كهربا ده سالك، قد ايه كهربا ده منه بينه وبين ربنا عمار كبير. كوره ضعيفه جدا، كوره ضعيفه جدا، ومع هذا ربك ريدله. ليه؟ لان كهربا اتظلم كتير وصبر واحتسب اكتر، عشان كده ربنا بيديله، ربنا بيديله لان جواه نظيف، جوه كهربا حاجه محترمه جدا، جوه كهربا حاجه محترمه جدا. اتبسطت ان قندوسي الجون يجي عن طريق قندوسي كمان، او الاسيست يجي عن طريق قندوسي، وان قندوسي يعني بياخد فرصه ورا الثانيه. فرحت جدا ليه محمد الضوي الشهير بكريستو. يوم 5/7 نادي الاسماعيلي هيجيلي. فاكرين طلحه؟ فاكرين طلحه يا جماعه؟ طلحه وكافيتيريا طلحه اللي كان ماتش 2017 نزله في ماتش الوداد المغربي عشان يقول لك احنا بنشجع الوداد ضد الاهلي. انت جيت لي على رجلي، انت جيت لي على حجر يا طلحه. اتمنى ان النادي الاهلي نكسب الاسماعيلي في مباراته 5/7. المباراه دي هتكون مهمه جدا في تحديد مصير هبوط الاسماعيلي من عدم. اتمنى ان احنا يكون لينا دور عشان نخلص بقى من القرف بتاع كل مره هو ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه. بالمناسبه حصل حاجة مهمة جدا النهاردة بعد تعادل أسوان اللي فرحت لها جدا إنها تعادلت النهاردة مع الإسماعيلي، لأن خسارة أسوان كانت هترميه في الهبوط بشكل قوي جدا. بعد صفارة النهاية للحكم أمين عمر، جمهور الإسماعيلي قعد يشتم في اللعيبة. مسؤولي استاد الإسماعيلي عملوا حاجة محترمة جدا، وأتمنى كل الاستادات والملاعب تعملها. لما تلاقي الجماهير بتشتم شغل قرآن. مسؤولي استاد الاسماعيليه النهارده راحوا مشغلين قران، الكل سكت، الكل سكت.
حركه كويسه وحركه حلوه، اتمنى ان احنا في ملاعبها ملاعبنا نشوفها ونستمر عليها عشان نقلل الشتايم وقله الادب والتجاوزات اللي بتحصل من البعض. خلصت اخبارنا، مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لبتوع البليله واللي عندهم حرقان. شكرا ليكم.